الحيوان. تعال نعم شيلو أبرك شيلو حاضر شيلو هسه كله. ليك خبرني ضربتون منيح لهودي الفنانين والمخرجين والممثلين الداعمين للنظام بشار؟ كسرناهم شيلو. ولك بري عليك ما أحلاك. انتبه بدي لك شغلي، ما بدي حدا منن عايش. بدك نخلص عليهم كلهم شيلو جميعا. ولك ما بدي حدا من الطقم القديم بنوب. بس شيلو شلون بدنا نتسلى على التلفاز بعد ما يسقط النظام؟ ولك اسكت ولا ماضيين عقود جديدة مع فنانين جداد. مين سيدو مثل مين يا سيدو؟ ليك اسمع منيح، عندك هذا النجم سمير جعجع أكبر مخرج سينمائي رح نحطه، وعندك هيدا الأردباوي شو اسمه فارس سعيد وكارلوس إدي، هودي أداة تمثيل للكوميديا. ومين الكاتب السيناريو والحوار؟ فارس خشان. هلا بيلحق اخي شو اسمه كم واحد مثل هذا؟ عمار حوري، احمد فتفات، الياس عطله، هودي اداه تمثيل ثانويه بيمرقوا بروحه. ومين بيبقى لك؟ سعد الحريري نجم الشاشه الدراميه. شو باك عم تبكي ولا حيوان؟ عم ببكي سيدو لانه بطلت المسلسلات ما في غيرها، ما بقي غيرها. مين ولا؟ نيلة معوض. كيف ما انتبهت لها هيدي؟